الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، تصحبكم خلالها سمير عبد الله، والبداية دوما بأبرز العناوين. أتمنى لكم إن شاء الله دائما الوقوف مع بعض. توجيهات سامية تصب في خانة مضاعفة العمل وسيادة القانون. تعديل على قانون التأمينات الاجتماعية. المالية البرلمانية تقر مقترحات لتعديل قانون التأمينات. بدأنا التحقيق ولدينا يعني عزم كامل لرد مثل هذه التصرفات في السوق. يوصل عدد الشحنات اللي راح توصل إلى المنطقة بحدود 200 ألف رأس. حماية المنافسة يحقق باتفاق مستوردي الأغنام لإرساء الاستقرار وضبط الأسعار. تعدت طبعا الإحصائية وزارة العدل 110 اللي هي اعتداء الزوجات. اللي ينطق من زوجته هذا ما هو رجل. مو معقول الرجال يتحمل ضرب مبرح. أزواج كويتيون معنفون يلجؤون للقانون بحثا عن الحماية. طقس البلاد في تحسن تدريجي وأمطار الخير تروي ظمأ الأرض. توجيهات سامية لبذل الجهود ومضاعفة العمل أطلقها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد خلال استقباله الشيخ سلمان الحمود بمناسبة تعيينه رئيسا للإدارة العامة للطيران المدني، والفريق أول متقاعد سليمان الفهد بمناسبة تعيينه مستشارا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدرجة وزير. كما استقبل سموه عددا من الشخصيات التي تقل مناصب قيادية مؤخرا، وقد حثهم على العمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا على مضاعفة الجهود والعطاء للمحافظة على أمن الكويت وسيادة القانون وتطبيقه. أهنيكم في ترقيتكم، نفس الوقت يعني يسعدني أشوفكم قد وصلتوا إلى الرتب اللي أنتوا عليها. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، أتمنى لكم إن شاء الله دائما الوقوف مع بعض، خصوصا مع وزيركم اللي سيكون إن شاء الله هو في خدمة بلده كما أنتم أيضا في خدمة بلدكم. وفي الشأن البرلماني، أعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور موافقة اللجنة على مقترحات التعديل على قانون التأمينات الاجتماعية سيما ما يخص التقاعد. وأشار عاشور في تصريح أدلى به عقب اجتماع اللجنة إلى أنه تمت الموافقة على الاقتراح الخاص بقانون التقاعد ومنح النساء التقاعد بعد خدمة 20 سنة أو بلوغ 45 عاما، ومنح الرجال التقاعد بخدمة لا تقل عن 25 سنة أو بلوغ 50 عاما. تعديل على قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة أولا تقاعد المرأة، أنه يكون لها على الأقل 20 سنة خدمة فعلية، وسنها العمر يعني لا يقل عن 45 سنة، وبالتالي يحق لها التقدم بالتقاعد. 20 سنة خدمة و45 السن يكون. هذا التعديل الأول على قانون التأمينات الاجتماعية. والتعديل الثاني بالنسبة للرجل أن الخدمة لا تقل عن 25 سنة خدمة
والعمر لا يقل عن 50 سنة. رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال أكد أن اللجنة ستدرس ما إذا كانت ستناقش قوانين الفساد المدرجة على جدول أعمالها برمتها أم أنها ستناقش كل اقتراح على حدة، وأن اللجنة لم تأخذ قرارا بذلك، وهو الأمر الذي توقف عنده مقدم اقتراح تعارض المصالح النائب رياض العتساني الذي انتقد موقف الدلال بإصراره على تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون المتعلق بتعارض المصالح، ملوحا بسحب اقتراحه في حال لم يلتزم الدلال بنص المادة 97 حتى لا يهضم حقه بتفريغ الاقتراح من محتواه. احنا في صدد ان ندرس اثر اللي هو الطلب المقدم الطعن أمام المحكمة الدستورية وفيما يتعلق بدور القضاة حتى ينعكس على الموضوع، كذلك قاعد نناقش الآن وهذا قرار اللجنة في النهاية اللي هو هل هو قانون واحد ولا أكثر من قانون، هل الشفافية يكون لها جهاز مستقل أو تتبع جهاز آخر غير حتى ما نثقل على اللي هي، هل تعارض المصالح كلها الآن محل نقاش، هل تعارض المصالح يكون جزء من قانون الهيئة ولا يكون جزء من قانون الجزاء أو أي قانون آخر؟ الحقيقة ما حسمنا الأمر، في النهاية اللجنة راح تبحث الإيجابيات والسلبيات شنو الأفضل، وراح تشوف مقترحات الأعضاء كلهم وتتعامل معهم على قدر المساواة وتأخذ القرار اللي يعني خلينا نقول قرار الأغلبية وقرار إجماع اللجنة وترفعه إلى مجلس الأمة. بالنسبة للقانون اللي قدمته مع 4 نواب، احنا 5 قدمناه بصفة استعجال وكانت في جلسة الإيداعات المليونية، وصدر طبعا التوصية على هذا القانون. لما كنت أكلم رئيس اللجنة التشريعية بأن هذا القانون يفترض فيه ان الناقشة، وانا قلت انا اطلب طلب انه يناقش هذا القانون لوحده لان هذا القانون اللي صدر عليه التوصية، قال لا راح يناقش مع كل القوانين. احنا نقول لك يا محمد الدلال هذا الكلام تمشي على حدث ما تمشي على يانا، هذا الكلام تمشي على تيارك انت، امشي على كلام اللجنه ما عندي مانع، راح احط الايجابيات واحط السلبيات ويرفع على جدول الاعمال، لكن تمشي على مزاجك لا هو كيفك ولا من قرارك ولا من صميم عملك. أوصت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في اجتماعها اليوم بإحالة المقترحات النيابية المتعلقة بتعديل مرسوم الجنسية الكويتية وقانون المحكمة الكلية إلى اللجنة التشريعية للاختصاص، كما أرجأت اللجنة البتة في الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة إلى الاجتماع المقبل، في حين أقرت 40 اقتراحا برغبة. وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح صحفي إن اللجنة أقرت 40 اقتراحا برغبة، من أبرزها سحب القرارات الصادرة بإحالة 156 مدعيا عاما في الإدارة العامة للتحقيقات إلى التقاعد وإعادتهم إلى العمل بنفس وظائفهم، سواء من صدر بحقهم قرارات جماعية أو فردية العام الماضي. ردا على اتفاق مجموعة من مستوردي اللحوم الحية في السوق على عدم استيراد الأغنام خلال فترة معينة، عقدت عدة جهات معنية مؤتمرا صحفيا أكدوا فيه على توافر كميات كافية من اللحوم الحية والمبردة والمجمدة لتغطية احتياجات المستهلكين ل6 أشهر وتحقيق استقرار السوق وثبات الأسعار. من جهته كشف جهاز حماية المنافسة عن فتح تحقيق في موضوع الاتفاق والتحقق من أي ممارسات احتكارية تمت وتطبيق كافة العقوبات بحسب القانون. بدأنا التحقيق ولدينا يعني عزم كامل لرد مثل هذه التصرفات في السوق إن وجدت، سواء في موضوع الأغنام أو في موضوع أخرى، وكذلك يعني جهاز المنافسة بابه مفتوح ويدعو الجميع ممن لديه أي شكاوى في مثل هذا الخصوص أو في أشياء شبيهة إلى التقدم للجهاز، وسيتم إجراء اللازم من البحث والتقصي والتحقيق في الموضوع. من الآن إلى آخر رمضان إن شاء الله قبل العيد في عندنا تقريبا 7 رحلات جاية من أستراليا
7 رحلات منها 5 من سفننا وفي سفنتين مؤجرين، يوصل عدد الشحنات اللي راح توصل إلى المنطقة بحدود 200,000 رأس. وحالياً الشركة قاعد تعاون ويا شركات أخرى موجودة في السوق المحلي في السوق الخارجي لاستيراد كميات من الأغنام من دول أخرى مثل جورجيا وأرمينيا، وإذا قدرنا نجيب شيء من الأردن. من أمس إحنا استدعيناهم وحضرناهم، فجاري التحقيق وياهم، عندنا مفتشيننا في الصديق وقاعدين يقومون في الإجراءات القانونية المعتادة في مثل الأمور هذه حسب القوانين اللي عندنا اللي هي منظمة. وبالنسبة حق المخزون، أنا أحب أتكلم عن مخزون اللحم اللي عندنا، أنه يكفي الديرة 6 شهور. وفي شأن ذي صلة، أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية وفق قوانينها المتعارف عليها ضد ممارسات الاحتكار وفرض القانون على المخالفين. وشددت الهيئة في بيان صحفي على منع الممارسات الاحتكارية لبعض الشركات من موردي اللحوم الحية الذين تعمدوا إيقاف استيراد الأغنام بغرض رفع أسعار اللحوم حتى شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات غير شرعية وباطلة، وقال إنها تبحث حاليا سرعة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة التي تعزز الحد من تلك التجاوزات. ملف جديد يفتحه الراي يتمحور حول الاعتداء على الأزواج الكويتيين، اعتداء من الجنس اللطيف، وهو ما تشير إليه الإحصاءات المختلفة سواء من وزارة العدل أو من المخافر، فيما يلجأ الرجال إلى القضاء لنيل حقهم الذي لم يستطيعوا أخذه بأيديهم من الزوجات المتسلطات. نتابع في تقرير خالد الفارس. تعنيف الرجال من قبل النساء مسلسل عاد إلى الواجهة من جديد، بتسجيل وزارة العدل أكثر من 110 حالات ضرب للأزواج من قبل الزوجات. على الأغلب أصبح ترويض الجنس اللطيف أمر يستصعبه بعض الرجال نتيجة جملة من الأمور الاجتماعية والمادية وأمور أخرى نفسية وأخلاقية وغيرها له صلة بالعلاقة الجنسية بين الأزواج، فأصبح البعض منهم يتجه إلى القضاء لنيل حقه بينما يكظم آخرون غيظهم خشية الفضيحة. تقريبا من شهر 3 الماضي 2016 إلى شهر 2 اللي 2017 تعدت طبعا الإحصائية وزارة العدل 110 اللي هي اعتداء الزوجات على الأزواج، وهذه ظاهرة غريبة في الخليج وكذلك في الدول العربية بسبب عدم التفاهم أو عدم الانسجام بين الأزواج، هي سببت هذه الأمور. عرضت علينا مثل هذه الأمور أمور كثيرة، ولكن تعرف أن هذه حساسيتها جدا تكون بسرية تامة مما يتعرض له الإخوان من الضرب والاعتداء عليهم من قبل زوجاتهم. وفي حال ثبوت عملية الاعتداء من قبل الزوجة على الزوج ينال الزوج حقه بحكم القضاء. إذا ثبت للمحكمة الاعتداء المفرط من الزوجة يكون له الحق الانفصال وبدون التعويض، حتى لا يحق للزوجة أن يكون لها حقوق مترتبة على الزواج والطلاق، هذه الأشياء تفقدها حقوقها الزوجية المرتبة على ذلك الأمور. الشارع الكويتي يرى أن العلاج النفسي أمر ضروري للذين يتجرعون ألم الاعتداء من زوجاتهم. اللي ينطق من زوجته هذا ما هو رجل، وإذا فيه حالات هذا المفروض يعرض نفسه على أخصائي نفسي، هو عارف نفسه 100% أكيد. المفروض أنه ما تزوج من الأساس، قاعد عزوب يفضل له. آخرون لهم وجهة نظر أخرى. حسب جمالها، حسب الرجال، معقولة الرجال يتحمل ضرب مبرح من مرة؟ يعني ما يعقل شيء، ما يعقل يعني. إذا ما في حل ثاني يعني إنه ينفصل عنها أحسن يعني. ما أعتقد إنه رجل يعني صراحة. ما في رجل ينضرب من زوجته إلا مو بقاموس الرجولة، ما في أبد. لا تعليق. بس يحصل في الزمن هذا، قاعد تبدلت الأمور كثيرة بغيابنا ومفاهيمنا. الخطأ اللي سواءنا ما في خير، والمرأة تعرف الرجل، وعندنا مثل يقولك الفرس بفارسها، فالفارس ما في خير. في العالم العربي موجودة أكثر من غيرها يعني. وعلى عكس ما جاء به المثل الكويتي القائل طقاق روحه ما يبكي، فقد بكى الزوج واشتكى من الضرب فأنصفه القضاء. خالد الفارس، الراي.
توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي استمرار حالة عدم استقرار الطقس حتى صباح غد الاثنين، مشيرا إلى احتمالية سقوط أمطار رعدية تكون غزيرة على بعض المناطق واستمرار نشاط الرياح الجنوبية التي تزيد سرعتها على 70 كيلومترا في الساعة. وأضاف أنه من المتوقع أيضا انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق إلى أقل من 1000 متر بسبب الغبار، على أن تبدأ الأحوال الجوية في التحسن التدريجي اعتبارا من صباح غد الاثنين. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف المؤرخ والفلكي عادل السعدون. بداية أستاذ عادل، ما سبب هطول الأمطار اليوم، وهل نزولها في هذا الوقت متأخر أم أنه في موعدها السنوي؟ مساكم الله بالخير جميعا. الحقيقة أن المنطقة الجزيرة العربية أصيبت ب أو كما يقول تأثرت بمنخفض سوداني، أثر عليها كان الانخفاض الجوي يعني ساحق في بعض المناطق. ودائما المنخفض الجوي لما تكون رياح جنوبية شرقية وتكون هناك غيوم تؤدي إلى أمطار لأن تشكل جبهة. فهذا اللي حصل، يعني كانت الأمطار مو بس على الكويت، يعني احنا يمكن أصابنا قليل أقل من ما أصاب المدن السعودية. نعم. إذن ما هو المتوقع؟ هل تستمر الأجواء الماطرة في البلاد؟ والله ما زالت يعني الغيوم موجودة، احتمال بكرة أمطار تكون أيضا وغير متوقع أنها تكون غزيرة. لأن أمطار الكويت اليوم يعني ما كانت نسبة كبيرة، يعني كلها كانت تقريبا نص أقل من نص سنتيمتر الأمطار اللي نزلت على الكويت. لكن احنا شفنا في مدن بالسعودية نزلت ما شاء الله أمطار غزيرة جدا. نعم، ماذا تتوقع حالة الجو غدا؟ غدا في طبعا احتمال استمرار حالة الجو أن في هناك غيم وراح تمطر بعض المناطق. احتمالا تتغير الاتجاه الرياح تكون شمالية غربية ويبرد الجو أكثر من اليوم. نعم، المؤرخ والفلكي عادل السعدون، شكرا جزيلا لك. شركة مشاريع الكويت القابضة كيبكو أطلقت ملتقى شراكة 2017 تحت شعار شراكة لمجتمع أفضل للسنة الثالثة على التوالي. وعلى هامش افتتاحها الملتقى أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند صبيح أن خطة التنمية هي خطة دولة وليست خطة حكومة. أكدنا على أن خطة التنمية هي خطة دولة وليست خطة مجلس وزراء أو حكومة، هي خطة دولة لن تتغير بتغير الوجوه. أكدنا على أن لابد أن نراقب المؤشرات الدولية لنهضة وتنمية الكويت. شركة مشاريع الكويت كيبكو سوف تستمر في إقامة هذا الملتقى التنموي وتلتزم بأعبائه وتبذل جهدا لتنفيذه ولمواكبة التطور في عالم في عالم المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة. فقد دعونا خبراء محليين وعالميين لإعطاء محاضرة في هذا المجال. مستشفى السيف نظم حملة للتبرع بالدم، وذلك لردف المستشفى بالكميات المناسبة من الدم والتي يحتاجها خلال إجراء العمليات. وأشار مدير المستشفى عاصم البياع إلى أهمية هذه الحملة في إنقاذ حياة المرضى، مشيرا إلى أن تنظيمها يأتي من بوابة المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع. مستشفى السيف بتشارك دولة الكويت وبنك الدم في ان هم بيجمعوا اكبر عدد من كميات الدم اللي بنحتاجها اثناء العمليات ولو حصل حوادث او لانقاذ حياة المرضى. طبعا مستشفى السيف دائما رائدة ومتقدمة في دخول هذا المجال واقتحامه ومساعدة المجتمع في ان هو تقلل تزود كميه الدم الموجود في بنك الدم، وبالتالي بتقلل النتائج العكسيه اللي ممكن تحصل بعد الاصابات والنزيف وما الى ذلك.
في مسعى من إدارة مدرسة البكالوريا الأمريكية لجعل البيئة التعليمية جاذبة للطلبة، أقامت المدرسة حفلا موسيقيا أحياها الطلبة من كافة المراحل، ودأبت المدرسة على إقامة عدد من المسابقات والأنشطة الأسبوعية بهدف صقل مهارات الطلبة وتنميتها وتنويع البرنامج المدرسي، بما يعمل على تعزيز قدراتهم ويساهم في ترسيخ معارفهم الإدراكية. دائما هناك الكثير على أجندة عملنا في مجال الأنشطة والمسابقات، واليوم كما تشاهدون على هذا المسرح الصغير مجموعة من جميع الطلاب، مجموعات مختلفة من الطلاب قدموا عرض موسيقي جميل بمساعدة مدرسة التربية الموسيقية، وهذه أحد الأنشطة التي تقوم فيها في كل أسبوع وفي كل شهر، وهناك المسابقات العديدة لندخل على برنامجنا المدرسي المتعة وحب المدرسة والخروج عن الروتين اليوم الممل، وتكون المدرسة بيئة جاذبة لطلابنا الحلوين. أريد تحقق النجاح وتوزع الأرباح، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا بكم بالأخبار الاقتصادية. أقرت الجمعية العمومية العادية للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة أريدو توزيع أرباح نقدية بنسبة 85% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، بواقع 85 فلسا للسهم عن السنة المنتهية 2016، وبلغ صافي أرباح الشركة عن العام الماضي 11,300,000 دينار. من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ سعود بن ناصر الثاني إن الجمعية العمومية فوضت مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها. نعلن لكم أننا أصبحنا الشبكة الأقوى في الكويت، حيث نجحنا في ترقية البنية التحتية للشبكة وإقامة 2000 موقع لشبكة الـLTE لتعزيز الجودة وتغطية كافة المناطق المأهولة. كما انتهينا من الإجراءات التنظيمية والقانونية المتعلقة باستحواذ على شركة فاستلكو التي تعد من أكبر مقدمي خدمة الإنترنت في الكويت. مثل ما أعلنا في العام الفات استحواذنا على شركة فاستلكو اللي هي مزود لخدمات النقل البيانات الثابتة، والحمد لله من خلال فاستلكو نقدر نعتمد إن شاء الله، وأعلن اليوم في هذا الاجتماع وفي هذا المؤتمر الصحفي نعلن إن شاء الله إطلاقنا لمركز البيانات اللي هو الديتا سنتر، واللي هو إن شاء الله راح يكون من أكبر في دولة الكويت من خلال الخدمات اللي يقدمها للمانيج سيرفيسز والكولوكيشنز والحلول السحابية. بنك وربا افتتح فرعه 11 في منطقة الشهداء بحضور محافظ حولي الفريق أول الشيخ أحمد النواف، وأكد الرئيس التنفيذي للبنك شاهين الغانم عن توفر جميع المعاملات التي يحتاجها العملاء في الفرع الجديد، مشيرا إلى أنه يلائم ذوي الاحتياجات الخاصة، واعدا بافتتاح المزيد من الفروع في المستقبل. أتمنى الحقيقة من جميع بنوكنا أنها تتوسع في فروعها لخدمة عملائها ومواطنينا الكويتيين. افتتاح بنك وربا يعطي لأهل منطقة الشهداء فرصة لإنهاء معاملاتهم اليومية لدى بنك وربا. احنا اليوم سعداء أن نفتتح فرعنا رقم 11 في منطقة الشهداء، وهذا أول فرع لنا ستاند الون
فرع مستقل. الفرع هذا يتميز بالخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة. ما في شك أن الفرع راح يخدم عملائنا في منطقة جنوب السرة بشكل عام، وفي ومتوفر فيه جميع الخدمات اللي راح تخدم عملائنا، ونعد إن شاء الله عملائنا بالمزيد من الفروع القادمة اللي راح تستكمل شبكة انتشار بنك وربة في الكويت إن شاء الله. أغلقت بورصة الكويت تداولاتها على ارتفاع في المؤشرات الرئيسية الثلاثة، حيث أنهى المؤشر الوزني تداولاته مرتفعا بنقطتين ونحو 0.3 نقطة، في حين صعد السعري ب46.18 نقطة. أما مؤشر كويت 15 فقد اختتم تعاملاته مرتفعا ب3 نقاط ونحو 16 نقطة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 41 مليون و800 ألف دينار. الكويت يتعثر، التفاصيل في الصفحة الرياضية ولكن بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا بكم. فرط فريق الكويت في 3 نقاط كانت في متناول يديه بعدما تعادل مع اليرموك بهدف لكل منهما في الجولة 17 من دوري فيفا لكرة القدم. تقدم الأبيض بهدف السبق عن طريق عبدالله البريتشي في الشوط الأول، وأدرك اليرموك التعادل في الشوط الثاني من المباراة التي جرت على استاد الكويت، وبهذه النتيجة رفع الكويت رصيده إلى 38 نقطة متصدرا ترتيب الفرق. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور لهم كلثوم، درويش، شنبة، كمشاد، أرملة، علي، فرج، أحمد، البلوشي عن عمر يناهز 80 عاما، خالد، حمد، خلف، عبد الله، العدواني عن عمر يناهز 41 عاما، يوسف، فلاح، إحليس، الدوسري عن عمر يناهز 22 عاما، حليمة، حمد، مبارك، لشقير عن عمر يناهز 49 عاما، مريم، حسن، علي، أرملة، أحمد، محمد، المانع عن عمر يناهز 82 عاما، نوال، عبد اللطيف، جاسم، الحجي عن عمر يناهز 63 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب. في أمان الله.